ترد علينا مسألة القنوت في الفرائض من غير سبب، وقد تنازع في ذلك العلماء، فبعض العلماء يرى أن القنوت في صلاة الفجر سنة ولو لم تكن هناك نازلة، وبعض العلماء وهو الصواب أنه لا قنوت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض إلا حينما تنزل بالمسلمين نازلة. أما القنوت الوارد في حديث أنس من فعله عليه الصلاة والسلام بعد رفعه من الركوع، فالمراد من هذا القنوت هو الدعاء الذي يكون بعد رفع المصلي رأسه من الركوع، وذلك لأن القنوت طول القيام، النبي عليه الصلاة والسلام أطال القيام بالذكر ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى من السماوات والأرض من أما بينهما من أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم طهني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. المراد من هذا القنوت الوارد في قول أنس رضي الله عنه إنما هو طول قيامه عليه الصلاة والسلام بعد الرفع من الركوع إذ كان يطيل الذكر، وقد جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة طول القنوت. ما هو طول القنوت؟ أي القيام، ولذا قال تعالى أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما، ولذا في حديث أبي مالك من الأشجعي أن ابنه سأله صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هل كانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني مصدف يعني بدعة، فحكم عليه هذا الصحابي بأنه بدعة، لكن رأى بعض الأئمة أنه سنة باعتبار بعض الأحاديث، وهذه الأحاديث إما أن تكون ضعيفة وإما أن تكون صحيحة لكنها غير صريحة، لكن الأئمة لشكمتهم وبعد نظرهم قالوا لو أن مسلما صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر من غير نازلة فإنه يؤمن، وذلك من باب الحرص على اجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم.